افكركم ان احنا بنقول شويه حلو. اول حاجه لما يجيب لك مساله بالمنظر ده يقول لك ان دي اكس 70 سيركلر بلين، يعني دي بلاطه مائليه تمام مش بي، حلو كده؟ واكس 70 يعني ايه؟ يعني البلاطه دي فيها 70 دايما ميوتر، يعني السبورتات دي موجوده دايما ميوتر. اللود ده موجود على البلاطه كلها من اولها لاخرها، مش موجود على الكتله بس، خلاص؟ قلنا كنا بنجيب الشيل الكواليتي بناخد سيكشن على بعض مسافه طار شمال ويمين، يبقى راجع على بعض مسافه طار شمال ويمين واقصر خلاص كده اهو، يبقى حاجه على بعض مسافه طار شمال او يمين واطلع بردي كده واخد سيكشن. قلنا السيكشن بتاعي يا اما باخد البارت اللي جوه يا اما باخد البارت اللي بره، خلاص؟ البارت اللي جوه انا قررت اخد البارت اللي جوه، مش قلنا بالظبط كده البارت اللي بختار البارت اللي ما بيكونش فيه رياكشن، عشان لو خلص الرياكشن ما خلصش فيه رياكشن، خلاص؟ هنا في رياكشن عند السبورت. خلاص قلنا رياكشن ده في اير ماي، ماشي؟ خلاص انا قررت هاخد البارت اللي جوه اهو. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اعمل انزال، خلاص؟ اعمل انزال ازاي؟ اعمل سميشن سميشن الفورسز في الزد دايركشن ايكوال تو، طب ايه الفورسز اللي طالعه؟ عشان انا اول لما بقطع بيظهر لي شيل، بس انا قطعت هنا وهنا ما ظهر لي شيل داير ميدور، انا بقطع على شكل ايه؟ داير، فبيظهر لي شيل على ايه؟ على داير، خلاص؟ فورس اللي بقطع شيل فورس محطوط من اللي جوه اه بص بقى عشان انا سالت الدكتور قالت لي ايه؟ دلوقتي انت عندك بارت جوه وبارت بره صح كده؟ دايما البارت اللي جوه الشير طالع على طول على طول تمام؟ سواء السبورت جوه او بره، يبقى اشارات الشير بتاعك اللي جوه طالع واللي بره نازل خلاص كده؟ ده كده جوه، يبقى اشارات الشير بتاعك ايه؟ البارت اللي جوه طالع البارت اللي بره نازل خلاص؟ فانا قررت اختار البارت اللي جوه ماشي؟ تعالى بقى نبص اول حاجه ايه الفورس اللي عندي؟ انا عندي شيل بس بيأثر على دايره اللي مايجور يبقى هيضرب الطول اللي بيأثر عليه يبقى كيو في الطول اللي بيأثر عليه اللي هو 2 باي ار خلاص ده كده الفورس اللي طلع ناقص ناقص ايه بقى؟ انا عندي اريا لود يبقى بشوف الاريا لود في الاريا اللي بيأثر عليه عشان احولها في مصادر الفورس فانا عندي اريا لود 2 طن في المتر سكوير الاريا اللي بيأثر عليها هي مساحه الدايره او الاريا بتاع الدايره الريديوس بتاعها اه يعني الاريا بتاعتها ايه؟ باي ار سكوير يبقى اللود في الاريا اللي هي باي ار سكوير ايكوالز يبقى كده عملت الاكويشن صح؟ نعمل ايه بقى؟ هكنسل 2 باي مع 2 باي وقعد مع بعض يبقى ايه؟ ضل الشيل ايكوال صعب كده؟ صعب كده ولا سهل؟ ماشي ده كده كان ايه زي مراجعه كده بسرعه على الاسبوع افكركم اخر حاجه قلناها الاسبوع اللي فات ايه بقى؟ ازاي بنحسب الباوندري كونديشن؟ قلت عشان احسب الباوندري كونديشن لازم احدد المساله بتاعتي تبدا من فين وبتنتهي فين؟ خلاص يبقى لازم اقول المساله بتاعتي بتبتدي من فين وبتنتهي فين؟ خلاص؟ حلو بدايه المساله مش هنا كده عند ار بزيرو وبتنتهي عند ار تساوي 4 متر صح ولا ايه؟ انا عايز اعرف بدايه المساله وهي فهبص على النص الشمال او النص اليمين او ادي النص الشمال اليمين مثلا فالمسألة بتاعتي بتبتدي من هنا لحد هنا صح؟ هنا دي عند ار بزيرو وهنا كده عند ار باربعة خلاص؟ يبقى المسألة بتاعتي او الريدياس بتاعي بيبدأ من ار بزيرو لحد ار ايكوال اربعة صح كده ولا صح؟ يبقى الباوندري كونديشن بتاعتي عند البداية وعند النهاية ما اسمها باوندري كونديشن حلو قوي طب تعالى نشوف عند ار باربعة ايه السبورت اللي موجود عند ار باربعة؟ عند ار باربعة متر عندي فيكسد سبورت واحنا قلنا ان الفيكسد سبورت بيمنع الدوران وبيمنع الحركه الراسيه يبقى احنا عارفين عنده السلوب انجل ايكوال زيرو وعنده الفيرتيكال ديسبيسمنت او الاوميجا ايكوال زيرو يبقى اول حاجه الحركه الراسيه ايكوال زيرو وثاني حاجه السلوب انجل اللي بنسميها فاي ايكوال زيرو صعبه كده؟ طب احنا كده خدنا اول باوندري كونديشن الباوندري كونديشن الثاني بيكون فين؟ عنده يعني في بدايه المساله ما هو الباوندري كونديشن واحد في البدايه واحد في النهايه خلاص؟ بيكون في البدايه وفي النهايه خلاص؟ طب تعالى نشوف عند ارض ايه بقى اللي موجود عند ارض زيرو؟ هو في سبورت عند ارض زيرو ولا مفيش؟ لا يعني مفيش حاجه هنا على راس يبقى مفيش باوندري كونديشن على الايه؟ على على الفيرتيكال ستيت صح؟ افكركم بحاجه لو انا عندي مساله دي والمساله دي فيها سيمتري
لو جيت رسمت الديفورم شيب بتاع الحاجه بالمنظر ده صح كده؟ لو قست السلوب انجل في النص عن مجال الاكسس سيركل هيطلع بكام؟ هيطلع بزيرو عشان يبقى من الشمال زي اليمين، لان الميل الشمال زي اليمين، ماشي؟ يبقى السلوب انجل ايكوال زيرو عند الاكسس سواء في البينز او في البطاطا او في اي حاجه هي سيركل، يبقى النقطه اللي عندها سيركل بيكون عندها السلوب انجل ايكوال خلاص؟ يبقى ال ار ايكوال زيرو، ايه بقى اللي عندي زيرو؟ الفاي ايكوال زيرو. خلاص يبقى الباوندري كونديشن موجوده في البدايه وفي النهايه خلاص كده. في البدايه او في النهايه بنحسبها ازاي؟ بنشوف المكان اللي فيه سبورت واشوف نوع السبورت. لو فيه سبورت بيمنع حاجتين، الحركه الراسيه والضغط. لو فيه سبورت بيمنع حاجه واحده اللي هي الحركه الراسيه خلاص. طب عند ار بي زيرو لو في بلاطه عند ار بي زيرو، يعني المساله بدات ار بي زيرو دايما في سيمتري، تمام؟ احنا ما بناخدش غير مسائل الاكس سيمتري. يبقى عند ار بي زيرو طالما في بلاطه عند ار بي زيرو مفيش فتحه يعني، يبقى ساعتها السلوب انجل خلاص. طب افكركم بحاجه، في الهنج احنا قلنا الهنج ده بيكون عنده حاجتين بزيرو، ايه هما؟ الحركه الراسيه والمومنت، صح كده؟ مش المومنت عنده زيرو الا لو عنده كونسنتريت. يبقى الهنج يا اما المومنت ايكوال زيرو يا اما المومنت نون الفاليو اللي عندنا 4 طن متر، يبقى 4 طن متر خلاص. يبقى الهنج احنا عارفين عنده حركه راسيه زيرو، وكمان المومنت يا اما على زيرو يا اما زيرو. صعبه كده؟ حد اخد حاجه؟ ده كده كان كل اللي كنا قلناه دلوقتي، ماشي؟ هو حد عايز حاجه؟ هسيب الصبر اللي هو في الاخر اللي هي فيها كل ماشي. الشيل اللي جوه طالع واللي بره نازل. الشيل جوه ولا بره؟ الباوندري كونديشن هتبقى في فوق. لو انا عندي نفس سبورت الفاي اوميجا ايكوال زيرو، لو انا عندي نفس سبورت الاوميجا ايكوال زيرو، فاي اما ار ده المومنت اللي احنا بنديه الباوندري خلاص. واخر حاجه طب لو انا عندي جايد سبورت، الجايد سبورت ده بيديني ايه؟ بيديني انفورميشن بيسمع الحركه الراسيه، بس الدوران عنه مش هو الجايد سبورت شبه الفيكس سبورت؟ الفاي عامل ازاي؟ معايا ولا ايه؟ فاكرين الترم اللي فات لما كنا بنقول ان الجايد سبورت ده حاجه شبه الفيكس بس بتسمع الحركه الراسيه؟ يبقى عند الجايد سبورت الفاي ايكوال زيرو صح كده؟ بس عنده مومنت رياكشن ده بيمنع الدوران اي حاجه عندها فاي زيرو اللي عندها فاي خلاص؟ معايا ولا ايه؟ مش عارف يعني مش اي انجن سبورت جسم الدوران تمام؟ يبقى انا مش عارف اقول لك ايه، لكن هو بيمنع حركه راسيه. الفيكس جايد سبورت ده بص عايز اقول لك حاجه، لو هو بيمنع الدوران مش هتلاقي مومنت زيرو خلاص؟ يعني الانجن ده بيسمح بالدوران فما فيش مومنت ريزيستنس، يبقى المومنت ايكوال زيرو خلاص. انا بقول لك المومنت ايكوال زيرو، ما ينفعش تقول الفاي ايكوال زيرو عمرها. مش لو ممكن تلاقيها راسيه الفوني. لا بص الفوني دي هي الحركه الراسيه اللي هي الفيرتيكال ديسبليسمنت، والفاي هي دي السلوب انجل خلاص اللي هو المين على الايه. في اي حاجه صعبه؟ ماشي. هي دي الصبوره تقدر معانا النهارده. يلا فهمت؟ اول حاجه بنعملها في المساله عباره عن ايه؟ مساله بي فيكس وعليها اريا نون خلاص. اول حاجه بنعملها في المساله بنجيب الشيل. على فكره كنا بنجيب الشيل ازاي؟ بنلاقي سيكشن على بعض اهو. ادي مثلا هنا بنلاقي سيكشن على بعض شمال ودي واطلع بالفوق. تحبوا تاخدوا الجزء اللي بره ولا جوه؟ انا عايز بس الاول تحط لي الرياكشن عشان ما تنسوش ان الجزء اللي بره فيه رياكشن. ناخد الجزء اللي بره ولا اللي جوه؟ ناخد ايه؟ طب نجيب الرياكشن ده خالص؟ كان هو كان طالب المساله؟ ماشي. نجيب الرياكشن ازاي؟ هناخد السميشن اف زد للمساله كلها. ايه اللي طلع وايه اللي نازل؟ اللي هو السميشن اللي بره؟ ريس اللي بره؟ هو 4 حلو. يبقى ايه الجزء اللي طلع؟ تمام. انا عندي الرياكشن طالع بس الرياكشن ده داين واي نون صح كده؟ يبقى الواي اكشن في الطول اللي بيأثر عليه اللي هي 2 باي في الطول اللي هو 4 ماينس ايه؟
ماينس 2 طن في ده اريا لود. حلو كده؟ لا ده اريا لود. طيب حضرتك بيتضرب الاريا دي بتقاس عليه. طب تعرف تقول لي مش هو بيقاس على الاريا دي كلها؟ طب الاريا دي عباره عن ايه؟ باي ار سكوير. صح كده؟ يبقى باي 4 سكوير ايكوالز خلاص هنحسب 2 × 4 × 4 × 4 يطلع لك الرياكشن ب 4 طن في الثانية. صعب؟ صعب سهلة؟ سهلة. قول يا عم ماشي ماشي عادي كده. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الرياكشن. قلت عشان اجيب الرياكشن هعمل حساب خلاص كلنا المقطع عامل ايه؟ ايه الفرصة اللي طالعة؟ انا عندي الرياكشن طالع لي فوق بس هل ده ار ار يقدم ار ولا ده ار داير ميدود؟ صح كده؟ ما احنا قلنا اي حاجه ده الميدود اي حاجه عندك لازم تكون دايره خلاص؟ ليه؟ لان المساله دي اسيمتري ما ينفعش تحط سبورت من هنا وكده لا هي داير لازم تكون فيها سيمتري حواليك كل المحاور دايره يبقى هيتضرب الدور اللي بيأثر عليه اللي هو ايه؟ التريبل يبقى الرياكشن في الدور اللي بيأثر عليه اللي هو 2 باي في 4 صح كده ولا ايه؟ صح يا عم؟ ده كده الحاجه اللي طالعه ايه اللي لازم ده؟ مش انا عندي اريا لود يعني انا عندي اي اريا بيأثر عليها كلها 2 طن بير متر سكوير يبقى بضرب الاريا لود في الطول اللي بيأثر عليها في الاريا اللي بيأثر عليها. طب تعرف تقول لو انا قلت لك الريديوس ده 4 متر تعرف تقول الاريا بتاعت السيركت دي كام؟ اريا بار 4 سكوير يبقى ناقص 2 طن في باي ار سكوير اللي هي باي 4 سكوير معايا يا عمر؟ يبقى انا بضرب الاريا لود هو لود بير متر سكوير زي ما كنا بنعمل في البلاطات اي لاين لود بيضرب الدور بيأثر عليه. اي اريا لود بيضرب الاريا بيأثر عليه. خلاص؟ يبقى ماينس الاريا لود في الاريا اللي بيأثر عليها اللي هي بوينت 4 سم. خلاص؟ هنعمل ايه؟ سيمبليفيكيشن الكلام ده هيطلع لك 3 4 كيلومتر بس لان هو ده صعبه؟ في اي حاجه صعبه؟ يلا بقى نجيب الشيل. عشان نجيب الشيل هنعمل ايه؟ ايه؟ هناخد سيكشن على بعض مسافه ونعمل اتزان. الاول نختار هناخد الجزء اللي جوه الدور يبقى حاجه عارفه. شمال شمالي واطلع منه خلاص كده بقى عندي طبل جوه عايز ايه يا اخويا؟ اخويا عايز ايه؟ لا انا بتكلم عن المواد دي كلها عاوز ايه؟ عايز بقى باشمهندس عايز اعوض عايز اعوض ما كنتش عارف انا عاوز ايه؟ انا كنت لاقي نفسي في الزيو طب ماشي اطلع حلو قوي هنختار الجزء اللي جوه ولا اللي بره؟ قلنا اللي جوه ما فيهوش ايه؟ الرياكشن يبقى هختار الجزء اللي جوه لانه هو شاف خلاص؟ مش احنا قطعنا؟ طالما قطعنا يظهر لنا شيء حلو قوي حلو قلنا ده كده البارت اللي جوه ولا البارت اللي بره؟ اللي جوه يبقى الشيل فيه طالع حلو كده؟ تعالى نعمل المثال ديشن ديزيت ايكوال دي ايه الفرصه اللي طالعه فوق الشيل دايما الشيل بيضرب فوق باي ار من غير اي حاجه كتير يعني يبقى كيو في 2 باي ار ناقص الاريا في اريا لو يبقى في الاريا اللي نص عليها هي 2 اللي هي باي ار سكوير ايكوال صح كده؟ هنعمل سيمبليفيكيشن الكلام ده هيطلع لك كيو بي ار صعبه كده؟ نحط بقى الزون اللي موجود فيها الشيل صح كده؟ قلنا المسألة تبدأ منين؟ حلوة هنبص على الشمال من مين أو مين؟ المسألة تبدأ من هنا لحد هنا صح كده؟ اللي هو من أر بزيرو لحد أر تلاتة في حاجة صح؟ يبقى من أر بزيرو لحد أر بأربعة صعبة كده؟ نعمل إيه بعد كده؟ عايزين نجيب المومنت إحنا لحد دلوقتي ده اللي عملناه صغير صح؟ عايزين نكمل بقى نجيب المومنت اللي هي ام ار ام سي ماشي؟ عشان نجيب ام ار ام سي هنعوض الاكويشن معلش دي ماي دي ار و على تساوي ناقص تشيل على حاجه اسمها دي خلينا نصبح انا عايش منظر الفضل بس مختلفه اول حاجه جديده كونست حاجه اسمها الريجيمي حاجه زي حاجه اسمها الانرشيا كده فاكرين الانرشيا اللي هي باي ار اللي هي في سيركل مثلا باي ار باور 4 على 4 فاكرين حاجه زي كده او اللي هي باي دي باور 4 هي حاجه شبه خلاص كده يبقى دي في القانون جدا هي بتبقى جدا على طول او هتجيب الفورمولا بتاعتها تقسم خلاص هتبقى كده يبقى ده رقم جدا ماشي كده تعالى ايه ناقص حلو قوي
ايه ده بقى؟ حلو. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب المود وعايز اجيب الام ار بي سي. ماشي كده؟ فلو بصيت في قانون الام ار بي سي تحت اي فانكشن في الفاي تمام اللي هي الستوب انت، يبقى انا المود عايز اعمل دلوقتي ايه؟ ان انا اجيب الستوب انت خلاص؟ فعشان اجيب الستوب انت في قانون ملعب كده تمام اعرف. ماشي؟ هو قانون هنعمل له انتجريشن مرتين تمام؟ اديني على طول خلاص ما تتخافش والله. ماشي؟ يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ هعوض في القانون ده وبعد كده اعمل انتجريشن مرتين. خلاص؟ بعد ما اعمل انتجريشن مرتين كده جبت الفور. خلاص؟ هستخدمها ان انا اجيب الام. ماشي؟ تعال نشوف. اول حاجه اسمه ده الشيب بكام؟ الشيب ار صح كده؟ مش احنا جبنا معدل الشيب ار؟ يبقى هعوض ناقص ار على ده. خلاص كده ودي ده رقم خمسه. ماشي؟ يعني تمام الف بس تمام معناه يقول لك الدي ايكوال زي الدي والشيب. اي هو اسمه ده هو ده الدي ده هو الدي في حاجه زي الريجن بس تمام هو ده اي اي بس اسمها ريجن يعني خلاص. حلو يبقى دي باي دي ار واحد على ار دي ار باي باي دي ار ايكوال ده. انا عايز اعمل ايه؟ اعمل انتجريشن مرتين اهو. يبقى عشان اشيل الدي باي دي ار دي هشيلها واحط مكانها انتجريشن. ماشي؟ يبقى هشيلها واحط مكانها انتجريشن ماشي كده؟ انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي اثنين ديفرنشيشن ادي واحد وان واحد اللي بره خلاص؟ فعشان اشيل الكلام ده كله بجيب الفون هعمل انتجريشن فول لاينز خلاص؟ يبقى انا هعمل ايه؟ شيل يعني جاي لي حطيت هنا انتجريشن هنا انتجريشن خلاص؟ فانتجريشن ديفرنشيشن هيشيلوا بره خلاص كده؟ تيجي هنا الانتجريشن الضرب هو اي حاجه الانتجريشن ده هيبقى زود على باور واحد واقسم على باور اثنين يبقى هيطلع لي بالظبط كده على باور اللي هي طبعا مسؤول على صح كده عمر؟ في حاجه صعبه؟ زاد الكونستنت زاد الكونستنت ماشي كمل بلس سي 1 ماشي حلو بعد كده عايزين نعمل ايه؟ حضرة في الباشات مش كده في واحده بقى حضرتها ايه؟ حضرة في الشمال خلاص؟ معايا كده ولا حاجه واقع يبقى هنقول دي يبقى اول ايه؟ مالتيبلاي بقى الليفت سايد والرايت والرايت يبقى اه هنا هيبقى يقع خلاص هنا بقى هيبقى عندي ناقص واحد على دي فبقى على الاثنين بلس سي صح كده ولا ايه؟ في حد عطاك حاجه دي اه باي باي حلو طب انا عايز اشيل دي باي دي اعمل انتجريشن كام شهر؟ تمام مره هنا وكل ده اعمل انتجريشن تمام صح كده؟ ماشي يبقى هيبقى عندي هنا ار فاضي صح كده؟ انا شلت ده الانتجريشن بعد ما اشيل الناحيه اللي على اليمين ناقص واحد على دي اه بلس سي واحد هزود على باور واحد واقسم على باور اثنين يبقى ار سكوير على الاثنين بلس سي 2 في اي حاجه صعبه؟ في اي حاجه صعبه؟ بس انا دلوقتي مشكلتي في ايه؟ ان انا اجيب سي 1 وسي 2 قلنا عشان نجيب سي 1 وسي 2 محتاجين نعمل ايه؟ نلغي الباوندري كونديشن حلو قوي طب ايه الباوندري كونديشن اللي عندي؟ هي دي على فكره عايز اقول لك حاجه في مسائل الدكتور مش بيطلب اي حاجه من الدكتور انت تجيب لي الشيت وتجيب لي الايكويشن تكتب لي باوندري كونديشن بس تمام يعني في مسائل هنشرحها كمان شويه اسمها المالتي زون فبالتالي المالتي زون مش كده اي حاجه كل اللي هتعمله هتكتب الايكويشن بتاعت الشيب تمام والحاجه الثانيه الباوندري خلاص يبقى ما تقلقوش يعني هي يعني لو جالك ممكن تجيب مساله بس بسيطه كانت انتجريشن لكن غير كده انت تكتب لي باوندري كونديشن وتجيب لي الشيب خلاص وممكن تقول لك ايه اللي جاش ماشي طب تعالى نكتب بقى الباوندري كونديشن قولي لي الباوندري كونديشن نكتبه فين؟ احنا قلنا بدايه لو المساله عند ارض زيرو وعند ارض اربعه يبقى انا الباوندري كونديشن هيبقى عند ارض زيرو وعند ارض اربعه. ايه اللي بس؟ انت بتاني شيل يا اخوان؟ اه ماشي اه طب تعالى نعمل زي اللي بتاع اطلع اقول لك ولا ايه؟ لا مش لا يلا عند ارض زيرو ايه اللي موجود عند ارض زيرو؟ مفيش حاجه في مرات انا حلو عند ارض زيرو تمام المساله فيها سيرت صح؟ يبقى عند ارض زيرو في باي ايكوال صح كده؟ دايما لو في بلاط عند ارض زيرو يبقى لازم ارض زيرو باي ايكوال خلاص؟ يبقى ارض ايكوال زيرو في باي ايكوال زيرو معايا كده؟ ايه رايك تعمل ده نعوض ايه؟ عوض ارض زيرو ماشي يبقى هنعوض الار بي زيرو يبقى هعوض هنا ار بي زيرو كده خلاص كده وار بي زيرو ار بي زيرو يبقى هيطلع لك سي 2 ايكوال كام؟ زيرو يبقى ار ايكوال زيرو باي ايكوال زيرو سبستيتيوت
هيطلع بزيرو يساوي بزيرو بلس سي 2 يبقى سي 2 ايكوال زيرو. دي حاجه صعبه. خلي بالك يا جماعه ده. طب ايه الباوندري كونديشن الثاني؟ اربعه ايكوال اربعه احنا عارفين ان الفاي ايكوال زيرو صح؟ حلو قوي. يبقى تعالى نعوض كده خلصنا تكتب يبقى نشيل زيرو. احنا عرفنا كده ان ايه؟ ان سي 2 ايكوال زيرو ماشي؟ تعالى بقى نعوض الباوندري كونديشن الثاني ان ار تساوي اربعه الفاي ايكوال زيرو صح كده؟ ماشي. يبقى هحط فاي ايكوال زيرو هشيل ايه؟ الفيلم صار. وبعد كده اعوض هنا عند كل ار اشيلها واحط مكانها اربعه صح كده؟ هيبقى عندي هو قانون واحد اللي هو اسمه واحد يبقى ناقص واحد على دي 4 او 4 على 8 بلس سي 1 في 4 سكوير على 2. دي حاجه صعبه؟ يبقى من هنا اجيب السي 1. خلاص كده جبت السي 1. يبقى تطلع كام؟ يبقى عايز اعمل رقم معين بقى خلاص؟ هقول لك انا ايه ماشي؟ هيطلع في الاخر الايكويشن بتاعت الفاي. انا هكتب لكم الايكويشن الفاي في الاخر. هو حد اطلب اي حاجه ولا الدنيا تمام؟ لا تمام. انا نسيت بس افكر نسيت الكنترول عشان بس ايه لو حد عرف اي حد من الولاد كانت تعالى نكتب بقى نشوف الايكويشن بتاع الفاي في الاخر. بعد ما جبنا سي 1 وسي 2 هكتب لكم بس كده. بس لو عرفت ار وفاي. بالظبط تمام؟ الفاي ايكوال حاجه او شفار. انت ما ينفعش تثبتها عشان في تغير صح؟ ايه؟ ما ينفعش تثبتها صح؟ ايه دي عمل؟ لا ما هو عشان في شيء بيتغير. الشيء بيتغير. الباوندري شيء بيتغير. تمام؟ ما ممكن تصرفات تبقى هي ثابته. انا عامل معاهم الباوندري كويشن اللي حصل في صح كده تبقى ثابت. لا مش فاهم اهو. اصل بعد الانتجريشن بوصل للكويشن. لا الانتجريشن دي لو ثبتها هو بيقول لك ينفع ثبتها فلا ما هو لازم تحط لي جيت سي او سي 2. ولا هكمل بعد كده ناقص 2 بس بعد ما انا وصلت 3 يا عم بس على 16 فوق دي بلس 2 4 سكوير فقط على 16 ايه الايكويشن بتاعي الفاينل حلو جدا. طب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ تمام احنا اي حاجه بنعملها ديزاين تمام محتاجين نعمل حاجتين. اول حاجه تشيك السبسبيليتي اللي هو تشيك على الانفليشن اللي هو قال لنا دوري تمام اللي هو الاول اللي هو ايه اللي عندكم 50 او 60 او 54 احنا طول عليه فرصه مش كده؟ والخطوه الثانيه ان احنا بنجيب المومنت اكس والمومنت واي ونصبر عليه بما ان البلاطه دي سيركل فبنجيب حاجه اسمها ام ار وام سي. يبقى احنا عايزين نجيب ام ار ماشي؟ نجيبهم ازاي؟ اول لما توصل لخطوه الفاي تعمل ايه خطوتين؟ هتجيب حاجه اسمها فاي ار ويجيب حاجه اسمها دي فاي باي ار. طب تعالى نجيب فاي ار يبقى اقسم المساله دي كلها على ار هيبقى عندي ناقص 2 على 16 دي بس بدل ار 3 هيبقى 6 وهنا بدل ار عشان ابقى يبقى بلس 2 على 3 خلاص كده؟ صعب الكلام على دلوقتي؟ دي اول حاجه هتجيبها. يبقى بعد لما اجيب الفاي لو هو عايز يجيب كلمه ار ام سي ده يبقى اول حاجه تجيبها فاي ار ار وبعد كده دي فاي باي ار. تعالى نعمل الترانزيشن ده. المعادله دي محفوظه يا باشمهندس؟ لا انا بنسيت بتتغير على حسب اللوك بتتغير على حسب الباوند كونديشن بتتغير على حسب ابعاد الضغط كل حاجه. معناها انت منين؟ مش احنا جبنا سي 1 سي 2 سي 2 طلع بسي سي 1 طلع بره انا عوضت فيها طلع لي المنظر خلاص يبقى هو ده المنظر اللي طلع لي بعد ما جبت سي 1 وسي 2 ماشي. تعالى نجيب دي فاي باي ار. هو احنا عشان نعمل ترانزيشن ايه؟ بننزل الباور صح كده ونقلل الباور فعلا يبقى ناقص 6 ار سكوير على 16 دي بلس 8 اللي هي ايه؟ 2 على 2 صعبه؟ مش 4 اوكي هشيل الار يعني مش هتبقى ار واحد مش هتبقى ار 16 4 3 من 6 3 ده صح تمام بقى ار ار ماشي. في حاجه صعبه؟ طب عايزين نجيب ايه النهارده اللي نسيت نجيبه ازاي؟ نعوض الايكويشن دي تقول لي دي في فاي على ار بلس موصول ايشن دي فاي على ار هو هنا بقى موصول ايشن زيرو. المفروض دي كانت 8 ولا 2 عارف؟ شغال فوق مش فاهمني بس انا هادي. دي اللي بنسمع ايوه لا 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 بص انا بعمل خطوتين دي مره بقسمها على ار ودي مره بعملها ديفرنشيشن دي فاي باي دي ار. يبقى لما عملت ديفرنشيشن 3 نزلت ماينس 6
وباي ار سكوير ماشي. يعني انا هي دي بعمل لها مره بقسمها على ار تديني الايكويشن دي، ومره بعمل لها الفانكشن خلاص. ده على ار مش اه حلو دلوقتي معلش انا مسحها عشان انا الايكويشن دي هتعمل لها الفانكشن حاولت خلاص دي فاي باي دي ار تساوي هنزل الباور واطرح الباور واحد يبقى ناقص 6 ار سكوير على 16 دي وحدد دي ار و ار و فهي الديفينشن بتاع واحد يبقى خلاص 2 4 سوري معايا ولا ايه؟ يبقى الايكويشن دي ده عملت لها ديفرنشيشن شايفين الايكويشن دي برضه عايز اقسمها على ار باي على ار هعدل ار واحد بس يبقى ناقص 2 ار سكوير على 16 دي بلس 2 4 سكوير على 16 دي ايه حصل؟ كله فاهم؟ يبقى انا الايكويشن دي اللي عملت لها ديفرنشيشن الايكويشن دي قسمتها على ار خلاص؟ كل اللي هعمله ايه؟ هو بيقول لك الام ار تساوي دي على ار بلس باصول الشريك فور ايه؟ يعني ايه بقى؟ عوض هو اللي بيجيب باصول الشريك فور بزيرو هو بيقول لك الارض دي مشرفه قسمت على ار بتاعت الشرط ولا ايه؟ ما قسمتش على ار ليه؟ دي قسمت على ار يعني انت مش فاهم يعني قدامك مفيش مركز اسمها ار لا دي خطوه دي خطوه دي الخطوه انا عايز بص الكويشن دي فيها ايه؟ فاي على ار يبقى انا عايز اجيب فاي على ار الكويشن فاي اسمها ايه على ار خلاص؟ ده هيبقى ار سكوير ده هيبقى ده ار صح؟ ايه فرق الخطوه الثانيه والثالثه؟ انا كنت معاك دايما لا انا ماشي انا عايز اجيب فاي على ار ماشي اللي هو هعمل ديفرنشال ايكويشن دي تمام وعايز اجيب فاي على ار يعني هقسم المعادله دي على ار فاهمين ولا لا؟ كله فاهم؟ حلو بقى طب انا عايز اعمل هو بيقول لك ما توصلش كتير بيقول لك الراجل مش هتبقى ما توصلش بتاع كتير خلاص فعوض الايكويشن دي الايكويشن دي يعني ايه؟ لو ما توصلش ب 0 الام ار تساوي اه الام ار تساوي دي في فاي على ار والام زيتا تساوي دي في دي فاي باي ام عوض فيهم صعبه؟ صعبه سهله اخر حاجه عايزين نجيبها عايزين نجيب الفيرتيكال ديسبيسمنت عشان نعمل تشيك ستيبس هنجيبه ازاي؟ هو بيقول لك اعمل انتجريشن للفاي يبقى احنا الان تمام بنجيب الفول لو عايز نكمل الان مره بتسمع على ومره بفضلها ومره بعمل لها انتجريشن خلاص كده يبقى برضه الايكويشن دي هعمل لها انتجريشن تمام بالنسبه لها معايا كده ولا ايه؟ يبقى اوميجا ناقص فار باي دي خلاص كده؟ او طب كل حاجه من زيرو لاربعه المعادله بتاعت فانكشن زيرو لاربعه ما انا جاي لك في الكلام بتاعت الفول الايكويشن بتاع ايه؟ بتاع الفول احنا محتاجين برضه الايكويشن قول نفس المعادله دي يعني المعادله دي عليها مربع بتعمل عليها حاجه مره بتسمع على ار مره بتفضلها مره بالتمام خلاص كده تعالى نعمل لها انتجريشن يبقى انا عايز اعوض بس الفورم اول حاجه الماينس الفورم هو فانا عندي 2 ار على 3 على 16 دي ماينس 2 ار على كل ده انت عايز تعمل انتجريشن بالنسبه لك طب قولوا لي بقى عشان اعمل انتجريشن بزود على باور واحد بس على باور يبقى لما عملت انتجريشن هيديني 2 على 16 دي 2 على 16 دي اكتر اه صح كده وناقص 2 على دي ناقص 2 على دي الار هزود لها واحد يبقى انا صغير على دي يبقى ار صغير على دي وازود كونستنت اللي هو سي كام خلاص كده طب ازاي اجيب الكونستنت ده؟ باوندري كونديشن طب تعالى نشوف عند ار في سبورت ولا مفيش؟ في سبورت في سبورت زيرو في سبورت طب عند ار 4 في سبورت ولا مش طب السبورت ده بيمنع حركه راسيه ولا ما بيمنعش؟ بيمنع اه اه تساوي 4 ميتا الاوميجا ايكوال زيرو صح كده؟ يبقى حاجه عند الايكويشن دي واعوض الاوميجا ايكوال زيرو اللي هو الشمال واليمين اشيل كل ده اربع مكان 4 ميتا 2 على 16 في في 4 ورا 4 على 4 ماينس 2 على دي في 4 سكوير على 2 بلس دي 3 جيل بس ده طبعا ممكن يقول لك ايه بقى؟ ممكن يقول لك عند ارض واحد هات ستريس بعمل ايه؟ اعوض او اكويشن عند ارض واحد طب يقول لك هات المومنت عند ارض اثنين مثلا تمام يبقى تروح للايكويشن بتاع المومنت وتعوض على ارض اثنين بس هو ده اكتر حاجه ممكن تقول يعني المومنت اوميجا مع ذاته كلهم معايا طلب منهم حاجه اوكي ما شاء الله طبعا قول لي احنا كنا بنقول السبورت بيبقى عامل مومنت ريزيستنت
لا على طول اللي ما بيعملش مومنت ريزيستنت اللي بيعمل لي مومنت ريزيستنت يبقى ساعتها يبقى عنده ريأكشن بس ده ام ار مش بيسيب صح اللي ما عندوش بقى مومنت ريزيستنت زي الهيدج بيبقى الام ار هي اللي برافو عليك خلاص هو بيقول لي ايه بيقول لي اي سبورت بيمنع حركه يبقى ليه ريأكشن يعني انا عشان امنعك ان انت تتحرك يبقى انا ليه ريأكشن ليه رد فعل خلاص فلو الهيدج بيمنع حركه راسيه يبقى في ريأكشن راسي الفيكس بيمنع حركه راسيه والدوران يبقى ليه ريأكشن راسي ودي مومنت ريزيستنت مومنت ريأكشن خلاص كله فاهم ندخل بقى بسرعه ثانيه سي مش احنا بنعمل انتجريشن بنزلها بس خلاص يبقى انا محتاج اعرف الثيتا اللي كده كده عشان اجيب الثيتا ده بعمل ايه باللايك باوندري كونديشن اي انتجريشن يبقى لازم يبقى في باوندري في سي 1 وفي باوندري خلاص في حد عايز يشتغل حاجه نمسح نمسح كل اللي احنا قلناه في الاخر امسحها ليه عشان تنسوا يعني مش عارف ايه
يبقى احنا قلنا ايه؟ الار تي الريديوس اللي وصلها اللي هي 2 باي ار. اي لاين لوجيك الريديوس اللي وصلها والعشره في الريديوس اللي وصلها الواحد منها. خلاص كده؟ ماشي. يبقى ار 2 باي 4 ناقص 10 في 2 باي 1 صح كده؟ صح؟ معايا كده كل فاهم؟ عايز تفتح ورقة؟ اه كنت عايز افتح ورقة وانا والله لسه لسه طب تسألوه تفتكرنا ازاي هتطلع؟ كنت هقلبها ايه؟ بس انا اشوف ازاي كنت بتطلع كده بتعمل ايه؟ يلا بقى كده معايا نعمل ايه بعد كده؟ عايزين نجيب الشيب. حلو؟ يبقى هاخد سيكشن على بعض بره، ماشي؟ باخد البارت اللي جوه والبارت اللي بره. طب الار دي رينجز من فين لفين؟ من واحد لاربعه، يبقى الار اللي هاخدها تكون من واحد لاربعه. يبقى حاجه كده اسمها على بعض ار ما بين واحد لاربعه ورحتها لك ماشي. اخد البارت اللي جوه ولا البارت اللي بره؟ فين البارت اللي مفهوش سبورتات اللي جوه؟ يبقى هاخد البارت اللي جوه. بس انت سنه وانا عندي هنا 10 حلو كده وبنقلنا على بعض الطريقه دي وقلنا البارت الداخلي شيل ماشي ماشي يلا نعمل بقى ايه التزام اول حاجه تكون الضرب فين؟ رابع دايما كيو في بعض يبقى كيو 2 باي ار كاني ببص على الفورس والريدس الخطر ماشي ماينس انا عندي 10 والريدس الخطر كام؟ 10 اي 2 باي 3 تفضل كام؟ 1 12 في الزيبان يبقى الشيب يساوي 10 10 10 في حاجه صعبه دلوقتي؟ كلهم تانيين؟ ليه؟ هو البوينت ده بيقول لك ان ايه؟ ان ده كده مفيش بلاطه والتفاهم ده كده تبقى يعني كده ولا اي حاجه ولا اي حاجه خليك بس عارف ان مثلا البلاطه بتبتدي من واحد على اربعه بس هي دي بتقول البلاطه بتبتدي من رقم واحد على اربعه واللي جوه ده هوا في حصان هوا عايزين نكمل بقى احنا جبنا الشيل دي على هنعوض في عايزين نجيب مومنت ام ار وي سي قلنا هنعمل ايه؟ محتاجين نجيب الفار وعشان اجيب الفاي الكيوش اللي هي دي باي دي ار واحد على ار دي ار باي ار باي دي ار يكون بيجي نايس يوم على معايا كده؟ يبقى احنا اول حاجه هنكتب بس كده دي ناقص 10 على دي او ناقص 10 على دي واحد على واحد يعني بس هنروح دي ما احنا بنطلع عشان نخلي الارض لا يعني انت كده اخترت ار معين لا انا دايما بقطع عند ار جنرال تمام عند ار مش عارفها كام تمام ار وخلاص ممكن بس الار دي لازم تقع في الرينج اللي انا بتكلم عليه لان الواحد ده المفروض كده انا شايفها كده ما ينفعش خلاص ايوه لا ما انا معاك بس انا ما اخدش عند رقم معين لا من البدايه ولا حاجه خلاص وفي الاخر لو عايز تجيب عند رقم واحد او على الرقم ماشي مش مهم صراحه حته الجواب ولا كده رقم مش معنى ولا ايه زي اما اللي بتختار بس خلاص دايما اختار الزر بس شباب اللي عايز ياخد غاب ادي الغاب اهو اللي فوق اي حاجه عايز ياخد غاب وامشي ماشي يرجع تعالى بقى نعمل الانتجريت بقى انا الكوشه بتاعتي ماشي كده؟
الانتجريشن بقى. طب تعالى نشوف لكم الانتجريشن ماشي. عشان لو كلمت بقى اسمك لما يعني تيجي على ما انتش
يلا كمل. عايزين نعمل ايه؟ نعوض الباوندري كونديشن. ايه الباوندري كونديشن عندنا بقى؟ R سكوير من R ماينس نص. خلاص كده؟ راح نتأكد بس من زي واحد. صعبة؟ في أي حاجة مشكلة؟ يبقى احنا محتاجين نجيب إيه؟ باوندري كونديشن. إيه الباوندري كونديشن؟ يبقى أنا عايز أعرف عند أرض واحد في حاجة عندي ولا مفيش؟ وعند أرض أربعة إيه اللي عندي؟ عند أرض أربعة إحنا عارفين إيه؟ إن الديفليكشن زيرو. إن الديفليكشن زيرو. ما بيننا الحركة الرئيسية وبين عند أرض. يبقى الفاي ايكوال صح كده؟ والاوميجا ايكوال زيرو مش هيحصل له ده. ماشي وعند ارض واحد. عند ارض واحد ده بقى المفروض في ايه؟ حلو صح. تعالى اوريك. تعالى نشوف الجزء بتاع الشمال بس. حاجه في المنظر ده. تعرف تقول لي المهم ده زيرو. زيرو. ده زيرو صح؟ مش ده ايه؟ يبقى ام ار عنده صح كده؟ يبقى الخط تساوي واحد الام ار ايه؟ كلكم فاهمين ولا مش فاهمين؟ بناخد نص المساله وبنبص على الباوندري كونديشن. خلاص؟ بعد كده ايه؟ زي كده في فاكر المهم اللي عندنا. خلاص؟ اه؟ صح كده؟ ايوه. اه؟ في لين ار ماينس 1 كده؟ ويبقى هنا ار سكوير لين ار ماينس 2 مسؤول تعديل. لا ار سكوير على ايوه صح؟ صح؟ طيب. هي يعني ما انا فاهم هي الار سكوير على 4 دي لين ار بلس ولا نص واحد صح كده؟ هقول لكم كده بس ماشي خليك بس معايا انتوا فاهمين الحاجات دي؟ هكتب لكم بقى الديفينيشن ده فوق الار لين ار لما عملناها انتجريشن تساوي ار سكوير يعني هاخد ده كده وازود الباور بتاعه واحد هيبقى ار سكوير واقسم على الرقم ده سكوير يبقى 2 سكوير يبقى 4 خلاص؟ في بين ار اسمعوني بس في الرقم ده هنا ماينس 1 ماشي طب بين ار عشان المحاضره مش هنعمل المحاضره المحاضره دي المحاضره؟ ايوه كده احسن ده صح بس هي كله بقى واحد على ار لين ار بس ار لين ار هو ده اللي احنا محتاجين نعرفه ار سكوير على 4 على ار على 4 في 2 لين ار ناقص 1 وطبعا سي 1 في كله معايا ولا ايه؟ خلاص؟ كله فاهم؟ هو حد عايز يسال حاجه؟ يلا عمر احنا كل اللي عايزين نعمله ايه يا عمر دلوقتي؟ نعوض عند الباوندري كونديشن صح؟ اه عايزين نجيب سي 1 سي 2 ماشي؟ حلو قوي يبقى احنا عارفين عند ار ب 4 الفاين 0 يبقى هعوض عند ار ب 4 سي لا بس يبقى عند ار ب 4 الفاين 0 يبقى 0 سي ناقص 10 على دي في 4 4 سكوير على 2 عمر لو كتبتها ما تبصيش مش عارف ماشي مش عارف يبقى 4 سكوير على 2 لين 4 ناقص نص بلس سي 1 في 4 سكوير على 2 بلس سي 2 صح كده؟ يبقى انا لحد دلوقتي اذا جبت سي 1 ولا سي 2 صح؟ ماشي حلو طب هنعمل ايه؟ هضطر اكمل على المساله تمام بالسي 1 والسي 2 معايا؟ ماشي يبقى هعمل ايه؟ اه هي دي اصعب حاجه ممكن تجيبها تعالى يبقى انا لحد دلوقتي لو جبت سي 1 ولا سي 2 يبقى خلاص هضطر اكمل اقسم مره على ار واعمل الترانزيشن ده يبقى مره اقسم على ار واعمل على ار هتطلع لي سيبك ماشي هجيب لكم بس الفوائد
كده؟ يبقى انا عايز اجيب واي على ار، يبقى اعمل ايه؟ اقسم الداتا دي كلها على ار، فيطلع لي ناقص 10 على دي في ار على 2 لما اسمها ار تبقى ايه؟ 1 1 على 2 ده ار. وبعد كده النص لما اسمها ار يبقى ناقص 1 على 2 ار. لا المره اللي فاتت المعادله المساله اللي فاتت عوضنا عن ارض زيرو بالصدفه ارض زيرو باي زيرو طلعت لنا 6 زيرو. حلو لما عوض اول حاجه وانا عندي باوندري كونديشن على الفاي على ارض واحد يعني انا المساله اللي فاتت بالصدفه كان عند ارض زيرو يعني انت كان عندك تو باوندري كونديشن على الفاي عند ارض زيرو كان الفاي زيرو وعند ارض اربعه كانت الفاي اربعه فكان عندك تو في تو باوندري كونديشن كان على الفاي فساعتها تعرف تجيب سي 1 وسي 2 على الخطوط المعادله بتاعتها. ايه؟ هنا انا عندي واحده على الفاضي وواحده على المومنت. يبقى هضطر اجيب معادله المومنت واعرف الفاضي كونديشن وهستخدم واحده بس ان انا اجيب الفاضي. يعني الفاي برضه كونديشن واحد فمش عارف اجيب سي 1 وسي 2 محتاج معادله ثانيه اللي هي معادله المومنت. خلاص؟ لو فاهمين؟ انت ما ينفعش اجيب سي 2 من غير سي 1 بس كده هيبقى عندك برضه سي 1 كمان؟ اه صح يبقى انت كلام صح انت عايز تجيب لي ايه سي 2 ب 3 سي 1 وترجع تعوض فيها كان عندك سي 1 طبعا لسه برضه جبت الفاي يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هكمل على المعادله اروح اجيب المومنت خلاص؟ انا عند ارض واحد ما اعرفش الفاي بكام لا عند ارض واحد مش عارف ايه دي مشكله لو انا كنت عارف الفاي بكام لما عندي تو ايكويشن مش هقدر اروح حل المعادله لكن المشكله ان انا عندي باوندري كونديشن واحد على الفاي فمضطر اجيب المومنت عشان اعرف حاجه كله فاهم؟ يبقى هنكمل بقى يبقى بلس سي 1 على 2 بلس سي 2 على اس اس عايزين نعمل ايه؟ شايفين المعادله بتاعت الفاي؟ هعمل لها ديفرنشيشن بالنسبه تاني بقى اللي هو ار على 2 ار على 2 فوق على ار على 1 على نعم صفر بلس 0 ماشي بلس الكونس الديفينيشن بتاعه ايه؟ 0 بلس سي 1 والار 1 صح كده؟ يبقى سي 1 على 2 بلس سي 1 على 2 ماشي هو الديفينيشن بتاع 1 على 1 على 2 ار سكوير بتاع برافو عليك يبقى انا لو عندي 1 على ار الديفينيشن بتاعه ناقص واحد على راسه كانه يعني ار ذا باور ماينس 1 صح؟ يبقى الديفينشن ده ناقص واحد على راسه صح كده؟ لو نزل الباور بقى بطرح الباور واحد يبقى هيطلع لي ناقص سي 2 على راسه صح كده؟ معلش دي يعني انا بشوف ان هي بيجيبوا حاجه كده تعويض لان انتوا لغه غلط فمش هنعرف نحتاج احنا بقى بس ايه؟ خلاص؟ صعب الموضوع ده؟ ماشي هو قال لك بقى ان ما وصلش لزيرو تمام يبقى هعرف كده خلاص يبقى ايه المواد يساوي دي في الفاي على ار اللي هي الكويشن اللي هي ناقص 10 على دي في نص لين ار ناقص 1 على 2 ار بلس 1 على 2 بلس 2 على ار يبقى كل اللي هعمله هعمل ايه؟ انا عايز اعوض الباوندري كونديشن يبقى هعوض على ار واحد الام ار ايكوال زيرو يبقى الار ايكوال مثلا الام ار عوض هنا اي ار اشيلها واحط مكانها واحد واي مومنت عايز اعوض احط مكانها اثنين فهمتوا؟ يبقى هتلاقي عندك تو ايكويشن في سي 1 وسي 2 بتعرف ايه سي 1 وسي 2 قول طب هو ما وصلش بستة على سبعة ده المعادلة هي حلاوتها المعادلة اللي بتكون الباور كاملة عند زيرو بيكون عندها باور كونديشن ار ايكوال زيرو باي ايكوال زيرو فساعتها هتلاقي سي 2 ايكوال زيرو خلاص؟ ما هو ما وصلش هنا اهو بدأ زيرو ماشي صعب؟ بس مرة يعني بص خلينا ايه؟ قال لي كويشن بس هو ده بس يعني بس بص عليك طبعا هما دول كده بتقول المسألتين اللي انا حليتهم من الاول تعالى بقى ايه؟ تعالى بقى ايه؟ نتكلم بقى عن المالتي فولت خلاص؟ بصوا بقى
مسائل المالتي زون مش مطلوب منك تحل ولا حاجه، كل اللي مطلوب منك تجيب الوش تشيل وتجيب اللي هو خلاص. خلاص كده يبقى هتجيب تعرف هيبقى مين هو بيزود الاول وايه الخطوات في الحل بتاعته؟ خلاص الموضوع صعب النهارده؟ ايه؟ هو ده كده سته ايه؟ خلاص انا عشان مضي زوجي يبقى فاضل دي كده لو قدرنا بص مش هنشرحه بس هجيب الفيديو واجي الاسبوع الجاي اعمله في نص ساعه ان شاء الله. الاسبوع الجاي ما جربتش هو بعيد بقى لا لا بعيد انا مش بعيد انا دري عليا انا مالي يا عم مش ناقص الصراحه. يلا اللي عايز يمشي يمشي والنبي اللي عايز يمشي خد غياب اتكل على الله. خلاص دور الاهلي بس يلا ما اعرفش اديك الامبارح النبي بتاع عمر اصلا غير امبارح يلا تعالوا بقى نتكلم عن مسائل المالتي زون. يعني ايه مالتي زون ده؟ فكرت زمان لو انا عندي مسائل جيم وعليها اثنين كونسنتريت دول 10 10 المسافه دي 2 2 2 حلو عشان امسك الشيت فورس ده جاي محتاج اجيب ايه؟ اجيب رياكشن احط رياكشن محتاج ده 10 وده 10 صح كده؟ طب عشان ارسم شيء فورس ديجرام هعمل ايه؟ حتى من اول المسألة ما هو اي فورس ده هطلع معايا اي فورس لازم تبقى انت هطلع معايا صح كده؟ هو ده الشيء فورس ده 10 صح كده ولا غلط؟ يبقى انا الشيء فورس ديجرام عندي كان هنا ب 10 وبعد كده بقى ب 0 وبعد كده ب 10 صح كده؟ يبقى الشير عندي تغير صح كده؟ يبقى المساله دي مالتي زون خلاص كده طالما شيل فورس اتغير يبقى المساله دي مالتي زون خلاص معايا كده ولا ايه؟ انا فاهم كويس انا فاهم كويس انت عارف دي مساله كده عندي مساله طلاق بصوا
وهاخد الجزء ده برضه ماشي. فبقى عندي حته تدريبه بينهم وحته تدريبه بينهم ماشي. وهنا في 10 وهنا في 10 خلاص. وانا قطعت وخدت الجزء اللي بره هنا الشير نازل خلاص كده انا عندي خش والمسافه دي كده. تعالى نكتب معدل الاتزان. يبقى انا عندي كيو في طول المسافه اللي هي تبقى ناقص 10 في 2 في 4 زائد يبقى بقى في شيء ولا ما بقاش شيء؟ بقى في. يبقى كده المساله دي لو انا خدت السكشن من 0 لحد 2 هيبقى عندي شيء، ومن 2 لحد 4 ما فيش الثاني. يبقى المساله دي زون واحده ولا مالتي زون؟ مالتي زون. يبقى انا بعرف المالتي زون ده ازاي؟ ان الشير بيتغير خلاص؟ او النوت بيتغير خلاص؟ طب انا فكرت في حاجه. هو احنا ليه خدناها 10؟ خلاص ايه؟ ليه خدناها زائد 10؟ ما انا عندي الفلوس دي تحت الفلوس دي تحت فيبقى بجمعهم في نفس الاتجاه. هو انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ انا عايز اول حاجه احدد المساله دي هي زون خلاص كده. فقلنا هنحددها ازاي؟ بناء على ان الشيب دي غير ما بتقدرش ماشي؟ فلما قلت لك انا خدت سيكشن هنا كده عمق في الحته دي فقلت لي الشيب دي، لكن لو خدت سيكشن في الحته دي عمق شيل حاجه ثانيه صح؟ يبقى المساله دي مش زون واحده، دي مامي زون. سؤال يعني. اه انا سالت سؤال المساله دي زون واحده ولا مامي زون؟ يبقى تعالى اقول لكم بقى المالتي زون ده انا عملته ازاي؟ تمام او رياكشن
ورابع حاجه يكون عندي كونسنتريت يعني على النص. اول حاجه المساله رقم واحد هنبص على الجزء الشمال هنلاقي من هنا لهنا في لود وبعد كده من هنا لهنا ما بقاش في لود يبقى منطقي وده اسمه زون واحد ده كده زون اثنين خلاص؟ طب بالنسبه للمساله دي هل في تغير في السكشن يعني كانت رفيعه ولا تخينه ولا تخينه ولا رفيعه؟ يبقى دي منطقي زون الحته من هنا لهنا زون رقم واحد ومن هنا لهنا زون رقم اثنين. طب المنطقي زون دي تفرق معايا في ايه؟ مش احنا عندنا فاكتور اسمه دي لو خدتوا بالكم كان في فاكتور رقم ثابت كنت بقول لكم عليه اسمه دي اللي هو ريجيتي. طب الريجيتي دي فانكشن في انرشا اللي هي بي اتش مربعات على النص بتاعت البلاط. طب الانرشا دي مش اتغيرت يبقى دي هيتغير يبقى لازم افصلها تو زون خلاص كده زون رقم واحد زون رقم اثنين معايا؟ تعالى بقى نبص على الفاكتور دي من هنا لهنا او تعالى بقى نبص من هنا لهنا ومن هنا لهنا هل بقى عندي كونسنتريتد فورس يعني انا عندي كونسنتريتد فورس من بدايه مثلا لهنا يعني من هنا لهنا هل ظهر عندي اي كونسنتريتد فورس ولا لا؟ خلاص من هنا لهنا من بدايه مثلا لهنا للاخر اه احنا بنبص من النص لهنا ونص للشمال بنشوف في الحته من الاول للاخر هل ظهر عندي كونسنتريتد فورس ولا ظهر؟ ظهر عندي تغير في الكروس سيكشن دي ولا ما ظهرش؟ ظهر عندي تغير في اللود ولا ما ظهرش؟ ظهر عندي كونسنتريتد مومنت ولا ما ظهرش؟ خلاص؟ يبقى من هنا لهنا ظهر عندي كونسنتريتد فورس يبقى الشير هيختلف يعني لو خدت الشير هنا كده هلاقيه بزيرو لكن لو خدت الشير هنا هيطلع لي ب 10 على صح؟ يبقى المساله دي منطقي زون من هنا لهنا زون رقم واحد ومن هنا لهنا زون رقم واحد صح؟ طب المساله رقم اربعه جيت ورحت عامل لك كونسنتريتد فورس سكوس حلو قوي يبقى اول حاجه هبص على مثلا او نص من هنا نص من هنا لحد قبل سبورت حاجه هل ظهر عندي اي كونسنتريتد فورس او كونسنتريتد مومنت او تغير في ستيشن او تغير في دوت؟ ظهر عندي تغير يبقى ظهر عندي كونسنتريتد مومنت صح؟ يبقى دي مساله مالتي زون الحته دي كده زون واحد والحته دي كده زون واحد صح؟ تمام؟ طب اخر حاجه تعالى بقى اوريك المسألة دي. المسألة دي هعمل ايه؟ هبص على النص اليمين او النص الشمال اللي هو من هنا او لحد هنا مش السبورت ده ليه اشكال يعني زي كونسنتريت صح كده؟ يبقى تعالى بص على المساله دي المساله دي زون واحده ولا مالتي زون؟ ظهر عندي اي كونسنتريت فورس او تغير في اللود او اي حاجه في حته ظهر عندي كونسنتريت فورس ده اول حاجه وظهر عندي تغير في اللود صح؟ يبقى دي مساله مالتي زون خلاص؟ كم زون بقى؟ اي تغير بديله زون يعني من هنا لحد هنا زون رقم واحد ومن هنا لحد ما ظهر الكونسنتريت فورس بديله زون ومن هنا لحد هنا زون رقم ثلاثة تمام؟ انا بقول لكم بس هتقولي اقصى حاجه تجيبكم تو زون خلاص كده؟ ماشي بس اللي انا بقول لكم عليه بعمل ايه؟ بشوف من اول المساله لحد اخر المساله تمام؟ ظهر عندي اي كونسنتريت فورس اي كونسنتريت اي تغير في اللود اي تغير في السيشن ده دي مساله منطقي خلاص صعب؟ أقول بس حاجة خلاص كده أه.
وجيب الاكشن طبعا. يلا اول حاجه عشان نجيب الاكشن ماشي، قلنا عشان نجيب الاكشن بنعمل ايه؟ بنعمل اتزان اللي هو سميشن اتزان دي كلها. ايه الفورس اللي طلع فوق؟ عندي ار عشان اول حاجه عندي الاكشن في الكور اللي اثر عليه اللي هو 2 4. طب وين نزل تحت؟ الاريا لود صح؟ بس الاريا لود ده بيأثر على الاريا لود بتاعك كام؟ انا عندي ناقص 2 في 5 في 2 سكوت. صح كده؟ اطلع لي الار طالب الاريا لود. صح؟ يبقى احنا كده جبنا الاكشن. تاني حاجه بقى عايز احرك المساله دي زون واحده او دي زون. فبصيت من بدايه المساله لحد نهايه المساله اللي هو النص دي من هنا لهنا في اي تغير في اللون؟ يبقى ساعتها دي مساله برضه صح؟ ودي كده زون رقم واحد ودي كده زون رقم واحد. صح الكلام؟ حلو قوي. تعالى نجيب الشير لزون واحد تعالى نرسم المساله نصين. اول حاجه بقى زون رقم واحد الرينجز من كام لكام؟ من 0 ل 2 من 0 ل 2 وبرضه دي رينج من كام ل 2 ل 4. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سليم. انا بقول لك انا بقى ركز معايا اهم حاجه بقول لك انا بقول لك. طب تعالى نجيب الشيب في زون رقم 1 هاخد سيكشن على بعد مسافه ار من 0 ل 2. فحاجه احنا من 0 ل 2 واخدها فيرتيكال تبقى ار. واخد البارت اللي فوق. هيطلع لي حاجه من الارض اللي هو واخدت البارت اللي هو يبقى الشيب طالع في الشيب. والمسافه دي كده يبقى كيو يبقى كيو في 2 باي ار ناقص 2 في باي ار سكوير سكوير صح كده؟ يبقى هيطلع لي الشير صح كده؟ احنا بنسال الشير واحد يعني خاص بزون رقم خلاص؟ طب تعالى نبص على زون رقم 2 زون رقم 2 يعني السيكشن بتاعي من 2 ل 4 خلاص؟ ده اللي لذيذ اللي بتتكلم يعني عن عايز حضرتك. ماشي كده؟ وانا خدت البط اللي جوه يا باشا يلا. شيل عمر. هنا شويه. ماشي؟ لا هو عارف ماشي. يبقى كيو 2 باي ار ناقص ايه الفورس اللي نزل تحت؟ مش هي 2 في باي ار سكوير مش دي الزون الاولانيه؟ حاجه دي الزون الاولانيه. بص انا باخد بص انا اول حاجه بحدد لي الزون الاولاني ولا صح؟ وباخد سيكشن على حسب الزون يعني خدت سيكشن من هنا من هنا لحد صح؟ اخد الجزء اللي بره او اللي جوه ماليش دعوه اي حاجه بس اللي هاخده معاك بالظبط كده اخد يعني انا ما بلاش علاقه ان الدود ده موجود في الواحده الاولانيه طب مش علاقه لا عادي مش علاقه بس انا باخد سيكشن على بعد وباخد البط اللي جوه البط اللي جوه او اللي بره خلاص اي حاجه دي. طب بص معلش احنا بنفكر مش اثنين مجمع من بدايه فين لفين من هنا لحد هنا. طب وليه بقى تاخد معايا ده من جوه؟ ايوه ما انا ممكن اخد سيكشن واخد البارت الانترنال او اخد البارت الاكسترنال انا ممكن انا هسال ماشي انا خدت الانترنال ماشي كده ماشي يبقى كيو ب 2 باي ناقص اللود الناس اللي تحت اللي هو عباره عن 2 باي 2 باي 2 ايكوال 0 هيطلع لي كيو 4 على صح كده؟ تيجي نحسبه جوه هيبقى المره الناس يبقى انا هاخد البارت اللي بره اللي هو من هنا لحد هنا لحد ده فاضي وعندي هنا رياكشن واحد وعندي هنا رياكشن واحد وبما اني خدت البارت اللي بره يبقى اخد عشرات الشيل دول صح؟ والمسافه دي كده 4 متر والمسافه دي كده صح؟ يبقى تعالى نعمل الميزان عندي كيو في 2 باي او في سنتر ما طلعش زائد لا ناقص واحد في 2 باي 4 2 باي 4 صح؟ نشيل 2 2 4 نشيل 4 على 4 خلاص؟
يبقى احنا كده جبنا الشير صفر رقم واحد وصفر رقم اثنين، صح؟ نكتب بقى الباوندري صح؟ دي اخر حاجه في الاول. بالنسبه لزون رقم 1 اللي من هنا لحد هنا، اول حاجه هي رينج من 0 ل 4 صح؟ من 0 ل 2 بس. يبقى انا الباوندري على الكونديشن عندي عند 2 وعند 0. عند 0 خلاص كده؟ تعالى نبدا عند 0. في بلاطه عند ارض 0 ولا مفيش؟ في يبقى عند ارض 0 الفرق كام؟ لا الفكشن 0 اللي هي 4 5 0 لا مش هتبقى اه 5 0 عند النقطه دي مفيش سبورت بس في 7 يبقى ار ايكوال 0 فاي ايكوال 0 فاي واحد بقى ايكوال عشان زون واحد خلاص كده؟ طب تعالى نكتب لزون اثنين اللي هي من هنا لبعض. اول حاجه في زون اثنين اللي هي من هنا عند اربعه اربعه انت عارف ايه؟ ريفليكشن زيرو عند اربعه ايكوال اربعه فاي بزيرو انت عارف فاي اكتر بيتا فاي بزيرو ايه؟ تسعه بالمومنت بقى فاي بزيرو تسمع بالدوران يبقى المومنت ايكوال زيرو لكن الفاي اللي هي يبقى عند ار ايكوال 4 انا عندي هنج سبورت والهنج سبورت بيرجع الحركه العكسيه يبقى اوميجا ايكوال زيرو صح؟ والمومنت كمان يبقى المفروض ام ار صح؟ بس انا في زون اثنين يبقى اوميجا اثنين وام ار اثنين صح؟ طب احنا كده خلصنا البدايه وخلصنا النهايه يبقى فاضل البدايه هنا والبدايه صح كده؟ حلو اسالك سؤال هو النقطه دي موجوده على الجزء بتاع الشمال ولا الجزء بتاع اليمين ولا موجوده في الاثنين؟ يبقى الباوندري كونديشن من الشمال زي اليمين صح؟ يعني الحركه الرئيسيه عند النقطه دي اعلى قطعه الحركه يعني حسبتها من الشمال ومن اليمين مش بتنزل بعض يبقى هنيجي عند الحته الخط النص ما بينهم كده تكتب لي ار تساوي 2 اوميجا بتاع بارت 1 تساوي اوميجا بتاع بارت 2 طب اسالك سؤال هو الميل لو قسمه من الشمال او من اليمين مش هيطلع نفس حاجه؟ يبقى ده ارض 2 فاي 1 يكبر فاي 2 صح كده؟ طب اخر حاجه هو المومنت لو ما كنا بناخد سيكشن ونكسب من الشمال او بنكسب من اليمين الاثنين يعرفوا بعض زي بعض يبقى ام ار 1 يساوي ام ار 2 صح كده؟ طب اخر حاجه الشيل الشمال واليمين على خط ببعض. ما انا فاهم احنا لما كنا بناخد سيكشن وبنحسب الشيل من الشمال او بنحسبه من اليمين ببقى غير زي بعض. يبقى الفار الشيل من الفرد الواحد يساوي الشيل من الفرد خلاص؟ طب اقول لكم بس على اخر حاجه خلاص انا مش هقول حاجه. زمان ايه اللي كان بيعمل طبقه المومنت؟ لما يبقى عندك مسافرين فاهمين؟ يعني الحاله الوحيده اللي يبقى ام ار واحد لا يساوي ام ار اثنين لو عندي كونسنتريشن ماشي؟ والحاله الوحيده اللي ما يبقاش شيل شمال يبقى شيل عندي كونسنتريشن يعني من الاخر احنا بنعمل ايه؟ بنيجي عند النقطه دي وبنعمل التزام يعني احنا التزام باجي عندها كده واروح راسم مومنت بشمال ومومنت يمين وشيل طالع وشيل نازل فاهمين؟ بريزن رجع ولا ده؟ طب اللي على الشمال ده زون واحد ولا زون اثنين؟ زون اثنين اهو يعني ممكن الشمال ده زون اثنين يبقى عندنا كده ام ار اثنين وهنا كده ام ار واحد وهنا كده شيل واحد وهنا كده شيل واحد لو عملنا سميشن المومنت ايكوال زيرو عند النقطه دي هتلاقي ان ام ار واحد يساوي ام ار اثنين ولو عملنا سميشن اف زيرو يبقى شيل واحد ناقص شيل اثنين ايكوال زيرو يبقى وصلنا للمعادله خلاص ده جنرال ان باجي عند النقطه اهو اول حاجه اللي احنا عارفينه ده من اوميجا واحد يساوي اوميجا اثنين وباي واحد ايكوال باي اثنين طب بالنسبه للمومنت باجي عند النقطه وراح راسمها بره وارسم مومنت بتاع زون واحد ومومنت بتاع زون اثنين ومره النقطه دي اروح راسمها شيل واحد وشيل اثنين خلاص هل هنا في كونسنتريتد فورس او كونسنتريتد مومنت؟ مفيش يعني لو هنا كنت حاطط لك 10 يبقى تيجي هنا كده حاطط لك 10 يبقى لما تيجي تعمل التزام هتقول ايه؟ شيل اثنين يساوي
10 بلس يو فاهمين ولا مش فاهمين؟ كله فاهم؟ فاهم؟ انا حاجه المره الجايه بس كده انا خلصت.